هذا الدرس هو واحد الانترودكشن للكلوجر. غادي نحاولوا ناخذ واحد البيزك ايديا على اشنو هما اكزاكتلي، ولكن صح اي واحد ما شافش الدروس ديال السكوبس يبداهم هما الاولين عادي يبدا معايا هذا الدرس. اوكي، غادي تكون واحد الانترودكشن على الكلوجر ونحاول نشرحهم اكزاكتلي. نبداو الدرس ديالنا. طبعا نقراو هذا الكود اللي عندنا قبل ما نشرحوا شنو هي كلوجر. اولا عندي واحد الفانكشن جيت فول نيم فيها كارجمنت فيرست نيم ولاست نيم، وسطها عندي واحد الفيريبل مسج اللي فيها واحد الفاليو هيلو، وسط من هذا الفانكشن اللي هي جيت فول نيم كرييت واحد النستد فانكشن اللي هي كرييت فول نيم كتكابتشوري المسج من كتكابتشوريه من هنايا. دونك هذا المسج اللي هيلو كتجيبو هذا كرييت فول نيم، ثاني حاجه كتكابتشوري فيرست نيم من الارجمنت ديال جيت فول نيم وكتكابتشوري لاست نيم وكتجيبو من هذا جيت فول نيم فانكشن. دونك مسج وفيرست نيم ولاست نيم ما كاينينش فيها ما مكريينش، كتجيبهم من برا. اي في الاخر كنا بتشوفني شنو هو، كنا بتشوفني الفانكشن create full name اللي غادي تكري لي في الاخر واحد المسج هنا. دونك ما غنعيط انا على الفانكشن ديالي اللي هي get full name، اشنو غادي تبتشوفني ليا؟ غادي تبتشوفني ليا الفاليوز اللي كاينين هنايا. اوكي، كيف ما كتشوفوا هنا عندي هلو عربي مهدي، مثلا الى جيت ودرت جون دو، دونك اشنو غادي يطلع؟ دو get full name شنو كتعطيني؟ هلو جون دو. دونك هاد جون هي first name، هاد دو هي last name، وهاد هلو هي هاد المسج اللي كاين في جيت فول نيم. الى حاولنا ديكومبوزي هذا الكود عندنا، عندي الجلوبال كونتكست، عندي واحد الاوتر فانكشن وعندي واحد الانر فانكشن. اشنو هي كلوجر؟ كلوجر هي واحد الانر فانكشن اللي كتقدر تاكسيدي الاليمنتس اللي كاينين في الاوتر فانكشنز، الايدنتيفايرز، اي حاجه اللي كاينه في الاوتر فانكشن كتقدر تاكسيدي لها الانر فانكشن. دونك هذه هي كلوجر. كلوجر هي انر فانكشن كتقدر تاكسيدي الايدنتيفايرز اللي كاينين في الاوتر فانكشن. الى بغينا ناخذ واحد الاكزامبل بهذا الكود اللي عندنا، هاد الانر فانكشن علاش كتاكسيدي؟ كتاكسيدي اولا المسج، مسج فين كاينه؟ كاينه في الاوتر فانكشن. ثاني حاجه كتقدر تاكسيدي حتى الارغيمنت ديال الاوتر فانكشن، كيف ما كتشوفوا هنا اكسيدينا الفيرست نيم ولاست نيم. ماشي غير هادشي، الانر فانكشن كتقدر تاكسيدي لاي حاجه كاينه حتى في الجلوبال كونتكست، اللي كيعني بان هاد الانر فانكشن كتاكسيدي لاي فيربل ولا اي ايدنتيفاير كاين وسط من هاد الاوتر فانكشن وحتى الجلوبال كونتكست. هادشي اللي بغيتكم تاخذوا عليه في الفيديو، بان الكلوجر هي واحد الانر فانكشن اللي كتقدر تاكسيدي الايدنتيفايرز ديال الاوتر فانكشن وحتى البارامترز ديالها. الكلوجر الرول ديالهم هو كيخلينا بان نكري واحد الكود اللي هو كنسايز، يعني مثلا نقدروا نكروبي واحد البيزنس لوجيك في واحد البلاصه سبيسيفيك بلا ما نبقاو ديكومبوزو في الكود ديالنا بزاف. ثاني حاجه الكود ديالنا كيولي اكسبريسيف. غنزيد واحد الحاجه قبل ما نسالوا هذا الفيديو، بالنسبه للانر فانكشنز ما يمكنش اكسيديو للاوتر فانكشن، هي نيت يعني انفوكي يعيط عليها. دونك الى درت جيت فول نيم غتشوفوكم كوا عطاني واحد الايرور اللي هو ماكسيموم كول ستاك سايز اكسيدد. دونك هذه ما عمركم ديروها لانها ما غاديش تخدم وديبوغ غير عطاك مشكله.